بتتكلم انت بتتكلمي ولا انت اللي بتتكلم يا سانتا؟ لا 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 لا، ده اكيد محدش بينده، ده بس عشان انا يعني تعبان شويه يا سانتا. ايه ده استيفانيا، تعالي هنا بقى، انت هنا من امتى؟ من شويه. من شوية؟ شوية صغيرين ولا شوية كتار؟ شوية صغيرين. شوية صغيرين. دلوقتي يا صحابي أنا واستيفانيا هنقدم لكم الحلقة النهاردة. استيفانيا، أنت عارفة إحنا دلوقتي هنا هنعمل إيه مع بعض؟ آه. هنعمل إيه؟ هنصلي الأول بعد كده نسأل أسئلة. حلو جداً جداً، هنصلي في الأول وبعد كده نسأل أسئلة، وفي حاجة تانية. الهدايا. الهدايا، وكمان في حاجة تانية. بتحب اللعب؟ اه. هنلعب مع بعض. تيجي؟ اه. تمام تمام يا استيفانيا، وقبل ما نطلع للتحدي اللي جاي معانا الاول، احنا هنصلي مع بعض، ممكن تصلي لنا يا استيفانيا؟ ماشي. يلا يا استيفانيا صلي. يا بابا يسوع، انا مبسوطة لاني جيت هنا في القناة، وشكرا. شكرا يا رب. ودلوقتي يا ولاد هنطلع مع استيفانيا على التحدي الاول. جاهزه يا استيفانيا؟ اه. لا اسمع، جاهزه يا استيفانيا؟ اه. برافو عليك، يلا بينا. يلا بينا يا اصحابي. لا 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 لا. اهلا بيك يا استيفانيا في التحدي الاول. جاهزه يا استيفانيا؟ يا ترى يا استيفانيا الشكل اللي قدامك ده شكل ايه؟ شجرة الكريسماس. شجرة الكريسماس، وهي دي بقى عندنا اسمها شجرة التحديات. اسمها شجرة ايه؟ التحديات. برافو عليك. دلوقتي يا استيفانيا انا هحكي لك هنعمل ايه، تمام؟ احنا هناخد ورقة من الورق اللي موجود هنا، تمام؟ وهتعملي ايه؟ هقراها. هتديهاني انا اللي هقراها عشان ما تغشيش الاسئلة. وهقول لك بقى اسئلة كتير، وانت هتعملي ايه؟ اقول لك الاجابه. حلو قوي قوي. طب افرض يا استيفانيا سؤال من الاسئله ما عرفتيش تجاوبيه، هتعملي ايه؟ انت هتساعدني. انا هساعدك. هساعدك كم مره؟ مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. افرض بعد ما ساعدتك الحاجات دي كلها يا استيفانيا وما عرفتيش، هنعمل ايه؟ انت اللي هتقول. لا بقى مش هقول. بعد لو انا قلت انت بقى يا اما هترنمي ترنيمه او هتقولي ايه، تمام؟ اتفقنا؟ حافظ ترانيم؟ اه. وحافظ ايات؟ اه. طب تمام، قبل ما نبدا التحدي بتاعنا بقى انا هديكي هديه جميله، بس قبلها غمضي عينيكي وارفعي ايديكي. لا مش فوق قوي، كده 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 اهو. ايوه غمضي عينيكي بقى، نجيب الهديه بتاعتنا الجميله. يا رب تقيله جدا جدا. اوبا، فتحي عينيكي بقى، اوعي هتقع الهديه منك. دي هديه فظيعه، ايه رايك فيها؟ حلو. شوفي اللي جواها، ما فيهاش حاجه. ايه دي فاضيه؟ اه. عايزه تمليها؟ اه. تمليها هدايا كتير؟ اه. يلا سيبي البوكس بقى في الارض وهات لنا ورقه.
يا ترى يا استيفانيا يا جميلة، الأسئلة هتبقى سهلة ولا صعبة؟ نص نص. نص نص؟ يعني أنت مذاكرة قوي قوي؟ آه. هتعرفي تجاوبي أي حاجة هقولها لك؟ آه. عندك معلومات كتير؟ آه. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ الأسئلة كتير قوي قوي قوي. ماشي. جاهزة؟ آه. أنت عارفة الأسئلة بتاعتنا بتتكلم عن مين؟ ماما العذراء. حلو جدا جدا. السؤال الأول، جاهزة يا استيفانيا؟ آه. مين الملاك اللي بشر ماما العذراء؟ ملاك جبرائيل. برافو عليكي، شاطرة جدا جدا. طب السؤال التاني بقى بسرعة بسرعة بسرعة. ماشي. ازاي ماما العذراء حملت بابا يسوع؟ ازاي بقى بقت حامل؟ هي كانت مخطوبة ما كانتش متجوزة، ازاي بقت حامل؟ الملاك قال لها حاجة، قال لها ايه اللي هيحل عليكي؟ الروح الايه؟ الروح القدس. الروح القدس، برافو يا استيفانيا. ودلوقتي هديكي أول هدية، امسكي البوكس بتاعك. يا ترى يا ترى يا استيفانيا يا جميلة، الهدية الأولى بتاعتك إيه؟ أن أن مقلمة جميلة فيها مسطرة وبراية وأستيكة، هتاخديها يا استيفانيا وتحطيها عندك في البوكس. أوكي. امسكيها أنت وحطيها. برافو، حطي البوكس بتاعك. نكمل الأسئلة؟ آه. نكمل الأسئلة. يعني ليه بابا يسوع؟ ليه بابا يسوع؟ آه. اختار ماما العذراء بالذات عشان يتولد منها. علشان هو الرب يسوع وهي أصلا قديسة. هي أصلا قديسة، طب هي إزاي بقت قديسة؟ يعني هي القديسة دي إحنا إيه؟ يعني إيه قديسة؟ يعني حد كويس أوي أوي أوي، صح؟ صح. يعني كانت بتعمل إيه عشان خاطر تخلي بابا يسوع يختارها؟ بتصلي. بتصلي، حلو جدا. وايه كمان؟ وكمان كان عشان كده هي بقت حامل، عشان هي بتصلي. ايوه، حلوه قوي. بتصلي حلوه قوي، وكانت بتخدم فين؟ في الهيكل. صح خالص، بتعمل حاجات كتير خالص حلوه. أوه. تمام، كانت تسمع الكلام، صح؟ صح. عشان كده بابا يسوع شافها انها ايه؟ هي اكتر واحده مناسبه ان يجي منها. أوه. شطوره شطوره، نسقف لبعض سقفه لاستيفانيا. برافو عليكي. السؤال بقى الرابع. أوه. ركزي كده. اوكي، خالص. ماشي. لما الملاك بشر ماما العذراء بميلاد الرب يسوع قال لها ايه؟ تقولي حافظه ايات، صح؟ في ترنيمه. في ترنيمه، يعني خلاص كده تقولي ترنيمه. ماشي. طب خلاص، قبل ما تقول الترنيمة، الملاك بشر ماما العذراء وهي ردت عليه وقالت له إيه؟ ليكن لي كقولك، ها أنا أمة الرب. تمام؟ أوكي. دلوقتي بقى أنا هعيد الترنيمة عشان تقولي إيه؟ الترنيمة. الترنيمة، ترنيمة إيه؟ فكر يلا معايا ضروري. طب يلا، واحد اتنين تلاتة. فكر يلا معايا ضروري، الرب بيراني زي، ركز كده وبلاش تتداول، فتح ودنك اصلي هجاوب، واجابتي في السطر الجاي، اصل انا في ايدين رب يسوع، وهغني وبصوت مسموع، وان دهوري صوت قوتي، هفتح بقي وعلي الصوت واتنطط، اصل انا فرحان واسقف كم سقف كمان، واسلم على صاحبي واقول له ربي يسوع بيحبني موت. برافو جدا جدا، انت شطوره خالص خالص خالص، وصوتك جميل خالص. ايه رايك ناخد هديه تانيه؟ ماشي. شطوره. يا ترى يا استيفانيا هديتك اللي جايه ايه؟ تن تا تا. ايه رايك فيها؟ جميله. آه. يلا بسرعه حطيها في البوكس بتاعك. دلوقتي يا استيفانيا احنا خلصنا التحدي الاول. خلصنا ايه؟ التحدي الاول. جاهزه للفقره اللي جايه؟ اه. واحنا يا اصحابي هنروح مع استيفانيا للفقره اللي جايه. هاتي البوكس بتاعك، يلا مع بعض نطلع هناك. باي باي. باي باي. We'll be right back.
bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fine it is to ride on a one horse open sleigh. شطورة يا استفانيا، أهلا بيكي في الفقرة اللي تانية. دلوقتي بقى يا استفانيا إحنا جينا لوقت الألعاب. مبسوطة؟ أه. يعني بتحبي تلعبي؟ أوي 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 أوي. هاتي البوكس بتاعك دلوقتي يا استفانيا. شايفة البوكس الكبير اللي قدامك ده؟ أه. شايفاه؟ البوكس ده بقى جواه حاجات كتيرة جدا جدا. بجد؟ اه. انا هغمض لك عينيكي وهفتح لك البوكس ده وهقول 1 2 3، هتنزلي انت بقى وتاخدي حاجات منه. لو عرفتي ايه الحاجة اللي انت مسكتيها بايدك خلاص كلها كلها هديكي هدية تاني. اتفقنا؟ تمام؟ مستعدة؟ اه. مستعدة؟ اه. احنا نجيب علشان خاطر نغمض عين استيفانيا. لا ايديك دي مش هتنفع. شايفة حاجة يا استيفانيا؟ لا. دول كام؟ 2. لا ما طلعوش 2. انت بتحاولي تجمعي ايه؟ ما انت مش شايفة حاجة يا استيفانيا. طيب اشيل خلاص الغطا بتاع البوكس؟ اه. جاهزة؟ اه. تعالي بس كده عشان تبقي قدامه على طول. هنعد 1 2 3 بسرعة يا استيفانيا. يلا انزلي انزلي انزلي. يا ترى ايه ده اللي مسكتيه بايدك؟ عربية. عربية. شطورة. بسرعة حاجة تاني. احنا لسه هنجيب بلونة. حاجة. بلونة. بسرعة حاجة تاني. استيفانيا برتقان. برتقان. تمام. عروسة. عروسة. ايه ده؟ كلب. عرفت مين بقى ان هو كلب؟ عشان لمسته. لمسته؟ لمسته تقول كلب؟ اللمسه بتاعته بتهوهو. بتعمل ازاي؟ هوهو. هوهو. شطوره، انت كده عرفتي كله. خلاص خلاص كفايه. برافو عليكي. تعالي كده نشيل بقى ايه؟ الشريطه. فعلا لقيتي ايه؟ كلب. وجبتي ايه؟ عروسه. عروسه. وبعدها جبتي ايه؟ برتقانه. وجبنا البالونة. وجبنا ايه كمان؟ العربية. العربية. ده انت عرفتي كله بقى ايه الحاجات. نقفل ده كده. اديني دي. فين البوكس بتاعك؟ اهو. عشان خاطر ثانية بقى خليكي هنا، هجيب لك هدايا فيه. تمام؟ اوكي. ده انت شطورة خالص، عرفتي الحاجات كلها يا استيفانيا. اه. بتحبي التلوين؟ اه. وبتحبي العربيات؟ اه. انا هديكي بقى دول. اتفضلي يا استيفانيا حطيهم عندك في البوكس. حطي البوكس هنا بقى. هسألك سؤال، بتعرفي تلعبي بالصلصال؟ اه. تعملي ايه اشكال؟ بعمل ايس كريم، وايس كريم جواها علبة وبنت حاجات كتيرة ووردة وفراشة. تمام تمام. 5 حاجات. ايه رأيك دلوقتي نروح نلعب بالصلصال؟ اه. طب يلا بينا. هنروح على الصلصال. تعالي كده هنا. شايفه ايه الالوان اللي قدامنا موجوده بس من الصلصال هنا؟ اصفر، ازرق، بامبا، برتقاني. حلو جدا جدا. انت قلتي بتعرفي تعملي اشكال كتيره، هتعملي ايه بقى الشكل اللي هتعملي دلوقتي معانا؟ بنت. بنت. طب يلا بسرعه عملنا البنوته الحلوه. اول حاجه في البنت هتعملي ايه؟ اللي هي باللون البرتقاني. تمام. يلا وريني هتعملي ايه بيه. شطورة جدا جدا. الله كده بتعملي العينين؟ جميل. بتعملي بنوتة جميلة زي مين البنوتة الجميلة اللي اتكلمنا عليها من شوية؟ ماما مين؟ انت بنوتة جميلة طبعا، بس كان ماما العذراء قلنا عليها انها كانت ايه؟ بتصلي. بتصلي وبتسمع الكلام وبتخدم في الهيكل. شطورة جدا جدا. تحبي اساعدك في حاجة؟ انا بعرف. انت بتعرفي. طيب تمام. ايه دي البلوزه تعملي دلوقتي بقى؟ تعملها بقى تلبس جيبه ولا بنطلون؟ جيبه. جيبه. تمام. الله طلعت بنوته جميله يا استيفانيا، جميله خالص خالص. ممكن تعملي ايدك كده يا استيفانيا بقى. انا هنقول بقى البنوته دي هنا وهوريهم انت عملتي قد ايه. تمام. في الاول استيفانيا عملت الراس وعليها الشعر
وعملت بعد كده الرقبة والإيدين وحطتهم كده تحتها، شطورة خالص استيفانيا. وجابت الرجلين الجميلة، عملت رجل هنا وعملت رجل كمان هنا. انتي بنوتة شطورة، شايفين يا اصحابي البنوتة الجميلة اللي عملتها استيفانيا؟ بنوتة جميلة جدا جدا. هنسقف لاستيفانيا. ودلوقتي يا استيفانيا احنا خلصنا الفقرة بتاعة الألعاب، جاهزة للتحدي الأخير؟ وانتوا يا اصحابي تعالوا مع استيفانيا نروح للتحدي الأخير. يلا يا استيفانيا حطي العروسة بتاعتك هنا، نيميها هنا. أيوة برافو عليكي، شطورة جدا. يلا يا استيفانيا جاهزة؟ يلا بينا. لولولولولو We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. شطورة جدا يا استيفانيا، انت لابسة لبس جميل. تعالي كده اقعدي كده هنا يا استيفانيا. الله، يا ترى اللبس ده الجميل لبس مين؟ ماما العذراء. لبس مين؟ ماما العذراء. ماما العذراء، البوكس بتاعك هنا خليه قدامك. اوكي. انت تعرفي يا استيفانيا ان ماما العذراء طبعا مين الملاك اللي بشرها؟ قلنا الملاك جبرائيل. الملاك جبرائيل. واول ما الملاك جبرائيل جه بشر ماما العذراء، ماما العذراء كانت مطيعه جدا. وقالت له ليكن لي كقولك، ها انا امت الرب، يعني انا تحت امر الرب. ولا قعدت بقى تقول له ليه وازاي ومين ولا حاجه خالص خالص. ولما كمان ماما العذراء ولدت، خلاص جه الوقت بتاع الميلاد بتاعها، وقعدت تلف كده وتدور على مكان يعني يولدوا فيه. كان مين معاها؟ يوسف. مين؟ يوسف النجار. يوسف النجار. وقعدت تشوف، طب انا دلوقتي يا مريم الدنيا زحمه خالص ومفيش مكان علشان خاطر تولدي فيه والدنيا زحمه. مريم قالت له ايه؟ خلاص يا يوسف مفيش اي مكان تاني، طب نروح فيه. ما لقيوش غير مزود ايه؟ صغير. مزود صغير. ماما العذراء أطاعت يوسف النجار وقالت له خلاص ماشي يا يوسف أنا ممكن أولد هنا. وفعلا ولدت بابا يسوع فين؟ في المزود. في المزود. طب يعني ماما العذراء كانت مطيعة خالص خالص، أنت بقى يا استيفانيا ممكن تعملي إيه عشان تبقي مطيعة زي ماما العذراء؟ لأني أسمع كلام ماما وكل أسمع كلام الناس. ماما وكل الناس؟ يعني احنا ممكن نسمع كلام بابا وكلام ماما تمام، واختي الكبيره تمام، بس كل الناس نسمع كلامهم؟ اي حد يقول لي اي حاجه اسمعها؟ لا. ولا ما بيكون حاجه ايه؟ مهم. صح ومظبوط. صح وايه؟ مظبوط ومظبوط. واللي اكبر مني زي بابا وماما واختي فعلا ممكن اسمع كلامهم. انت شطوره يا استيفانيا خالص. ودلوقتي بقى انا هطلع لك حاجه من هنا وتقولي لي ايه هي دي. تمام جاهزة يا استيفانيا؟ جاهزة. الله، ايه ده يا استيفانيا؟ الملاك جبرائيل. ده الملاك جبرائيل او اي شكل اي ملاك صح؟ اه شكل اي ملاك. امسكيه في ايدك. الملاك ده بقى جاي علشان خاطر يعلمنا ازاي نشكر ربنا على كل حاجة حوالينا. استيفانيا الجميلة بقى هتشكر ربنا على ايه؟ لاني رحت لقناة كوزي وجيت عشان دي اصلا اول مرة. دي اول مره ومبسوطه انك انت جيتي تصوري؟ اه. يعني انت طلبتي من ربنا نفسي اصور وربنا حقق لكم نفسي تشكريه عليها؟ صح. برافو عليكي. طب شطوره كده بقى يا استيفانيا، تعرفي تعلقي الملاك ده فوق خالص هنا على الشجره؟ اه. يلا لفي كده من هنا واطلعي على السلم ده. ايوه شطوره، برافو. يلا يا استيفانيا برضو في حاجه تانية معايا. اقعدي اقعدي، في حاجة معايا تاني برضو اطلعها لك. اه. هتعرفيها ولا مش تعرفيها؟ اعرفها اكيد يعني. اه. انت بتعرفي حاجات كتير قوي. اه كل حاجة. كل حاجة. اه دي شطورة. ايه الشكل ده؟ وردة تحتيها نجمة. والنجمة الجميلة دي بقى جاية علشان خاطر تسأل استيفانيا سؤال. امسكيها بقى كده، هي بتسألك وتقولك ايه؟
يا ترى يا استيفانيا يا جميلة، ايه الأمنية اللي نفسك تتحقق في 2019؟ نفسك في ايه يحصل في 2019؟ اسمع كلام ماما وبابا وكل الناس. انت ما بتسمعيش كلام بابا وماما؟ مش قوي؟ شقية؟ مش قوي شقية. انت بنوتة شاطرة خالص خالص، واكيد السنة الجاية هتسمعي الكلام ايه؟ اكتر واكتر. تمام؟ برافو عليكي. يلا النجمة وعلقيها برضو في الشجرة. برافو. يلا اقعدي يا استيفانيا. استيفانيا احنا خلصنا. خلاص كده خلصنا. انا اتبسطت وانا معاكي. انت اتبسطتي؟ اه. اتبسطتي خالص خالص؟ اه. بس قبل ما نمشي انا هديكي هدية. فين البوكس بتاعك؟ اهو. بصي بقى يا استيفانيا. ترتتا. ايه رأيك في الهدية دي؟ حلو. حلوة؟ اه. اتفضلي يا استيفانيا حطيها في البوكس بتاعك. وقبل ما نخلص ونمشي يا استيفانيا ممكن اتصور معاكي صوره؟ اه ممكن. هاتي البوكس بتاعك وتعالي. يلا اقفي تعالي نروح هنا. نزلي البوكس شويه. لا امسكي في ايدك. ايوه برافو عليكي. يا ترى بتحب بابا نويل؟ بجد اتبسطت معاه وانا بحبه قوي. طب تفتكر بابا نويل ساكن فين؟ بابا نويل ساكن فوق. ليه بيلبس بدلة حمراء؟ بابا نويل مش بيغير هدومه. ايه اشهر جملة بابا نويل بيقولها؟ هو 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 ميري كريسمس.